بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، استقبل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وعددا من الإعلاميين، وهو ما يأتي تأكيدا على ما أحدثته مراكز الإصلاح والتأهيل من نقلة إنسانية في منظومة السياسة العقابية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، زيارة اليوم لمركز وادي النطرون أعتقد أنها من الزيارات المهمة، لأنه كل زيارة بنلمس تطور في هذه المراكز. هذه المراكز اليوم أعتقد أنها بتقدم نموذج مشرف لتغيير كبير في السياسة العقابية. تنقل أعضاء الوفد بين مرافق المركز المعيشية والإصلاحية والتأهيلية، مع إتاحة الفرصة لهم للالتقاء بالنزلاء والاطلاع على أوضاعهم. السمة الأساسية هي الإنسانية، كل حد نلتقي معاه يحدثنا عن الإنسانية اللي بيتعامل بيها هو وأسرته والعائلة. شفنا الفرق بين سجون قديمة كانوا فيها وبين دور إصلاح جديدة على أحدث النظم نتباهى بها أمام العالم. أنا بدعو كل اللي بيتكلموا عن حقوق الإنسان يجوا ويشوفوا اللي حاصل هنا. ناس اتكلمت بكل حرية، قال إن إحنا دلوقتي غير زمان تماما، الموضوع مختلف تماما، وهم حاسين يعني في جملة مهمة، أنا حسيت بأدميتي، وده أمر محمود طبعا جدا. واضح إن النزلاء مرتاحين جدا لأنهم جايين من مكان تاني بمقر احتجاز آخر، فهم أعتقد إن الفرق كبير جدا ما بين هنا والمقر الآخر. تجهيزات المركز تشمل خدمات طبية فائقة من خلال المركز الطبي الموجود به والذي اطلع عليه أعضاء الوفد. احنا النهاردة شهودين على التغير الواسع في مراكز الإصلاح. طلعنا احنا طلعنا على تجربة مرتبطة بحق النزيل في الغذاء، حقه في الصحة، حقه في الرياضة، حقه في العلاج النفسي والرعاية النفسية. أنا أول مرة أشوف المكان، وبالنسبة لي يعني المكان شيء رائع جدا، تطور هائل جدا. أنا حاسة أن أنا قاعدة في مكان متكامل بيعمل تنمية حقيقية. وأثنى أعضاء الوفد على برامج التأهيل المقدمة للنزلاء لإثقال مهاراتهم الفنية والحرفية للإسهام في دمجهم في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة. هنا في إصلاح، في عمليات إصلاح ممنهجة وفق دراسات حقيقية، هنا في تعليم وتعلم، في مهن وحرف، وبالتالي فلسفة الإصلاح قائمة. والتأهيل أنا بأهله عشان يخرج للمجتمع بعد قضاء العقوبة في أفضل وضعية ممكنة. شيء محمود جدا أنه يتفتح، يعني يتم فتح مراكز إصلاح والتأهيل للزيارة، أنه الناس تشوف الأوضاع على أرض الواقع ولأي مدى هي ينطبق عليها هذه المعايير، وأنه الواقع هنا بيهزم أي حد بيحاول يشكك في مستوى الخدمات المقدمة داخل مراكز إصلاح والتأهيل. رؤية إصلاحية ذات بعد إنساني تطبقها وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل توفر حياة كريمة للنزلاء وتتيح لهم فرصة جديدة في الحياة، وهو ما أكده أعضاء الوفد. كل ما يمكن أن أنا أعنونه في عنوان عريض، أنسنة المؤسسات العقابية، أصبح الإطار العام إطار إنساني بحت. أصبح التعامل مع النزيل أو اللي كان اسمه بين قوسين مسجون إنه إنسان في المقام الأول، يخطئ ويصيب، وعندما أخطأ فبيعاقب، لا يجب أن يعاقب مرتين. وقبل ما نقول للناس إن إحنا عندنا مركز تأهيل محترم وفق النظم العالمية، بقول لهم الأول أنا آسف استنى لحظة، عندي 12 أو 18 سجن تم إغلاقهم لأنه لم يتوافقوا مع الفلسفة المصرية الجديدة لحقوق الإنسان اللي أحد ركائزها الأساسية المؤسسات العقابية. في إرادة حقيقية للوصول لمنظومة للإصلاح والتأهيل تتناسب مع منظومة حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت تساعد في تأهيل النزلاء لحياة أفضل بعد خروجهم من المراكز. شيء رائع جدا اللي احنا بنشوفه، محاولة تغيير النزيل
تحويله من السلبي للإيجابي، وده شيء إيجابي جدا، وده اللي احنا محتاجينه عشان لما يخرج يبقى يقدر يفيد المجتمع. طبعا رؤية فاقدة ورؤية بتحترم الأدمية وتحترم حقوق الإنسان وتحترم المواطن المصري يعني بكل تصنيفاته. يعني أنا من عن نفسي كنقيب إعلاميين بوجه الشكر للقيادة السياسية على هذه الرؤية الثاقبة المشرفة للدولة المصرية. إرادة حقيقية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شقها المتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل، نتاجها منظومة عقابية حديثة تبني معها النزيل من جديد وفقاً لقواعد إصلاحية وإنسانية تتوافق مع كافة المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يؤكده كل زائر لهذه المراكز.